بدأت في موضوع الكيتو أو الأكل الصحي أو اللي بيسموه كيتوجينيك لايف ستايل من حوالي سنتين أقرأ فيه. بدأت أن أنا أجربه على نفسي في أول فبراير اللي فات، فلقيت أن في مشكلة عند الناس اللي في هذا الموضوع، أن هم مش بيلاقوا حاجات حلوة أو حلويات بديلة للحياة الطبيعية. فبدأت أنا عشان بعشق الشوكولاتة بدأت أعمل تجارب مختلفة إزاي ممكن أعمل شوكولاتة طعمها حلو وأنا أحبها كشخص مهتم بالكيتو وعايش على الحياة الكيتو. فلما جيت هنا مصر هنا قلت إحنا ممكن نبدأ إن إحنا نعمل ذا كيتو شوكولات أو شوكولاتة للناس اللي بياكلوا أكل صحي في مجال في بيسموها حمية الكيتو. والشوكولاتة دي طبعا بتنفع الناس اللي عندهم مرضى سكر أو الناس اللي بيتجنبوا أكل السكر بصفة عامة في حياتهم، فدي شوكولاتة صحية. طبعا الفرق بين الشوكولاتة الصحية وشوكولاتة الكيتو إن في الكيتو الناس بتاخد جرعة أعلى من الدهون، بياخد نسبة السعرات الحرارية اللي بياخدها من الدهون الصحية أعلى. فالشوكولاتة دي عبارة عن شوكولاتة 100% طبيعية، كلها دهون طبيعية ما فيهاش أي دهون نباتية أو مصنعة، كلها 100% خامات طبيعية، ما فيهاش مواد حافظة، ما فيهاش سكر، ومحلاة بمحليات طبيعية اللي هي بتبقى نوع من الأعشاب أو الشجر أو النباتات. المحليات دي ما بترفعش معدل السكر في الدم، فدي نوع من الشوكولاتة خاص جدا أو بنسميه خاصة الخاصة للشوكولاتة. محليات طبيعية يعني ما فيهاش جلوكوز، دي محلاة أساسية حاجة اسمها نبات ستيفيا، ونبات ستيفيا ده نبات مكتشف قريب جدا، ده بيحلي 200 مرة أكتر من السكر ولكنه ما بيرفعش السكر في الدم. الشوكولاتة دي مكوناتها شوكولاتة خام 100% كاكاو، خاماتها كمان حسب النوع، احنا عندنا حوالي 12 نكهة، احنا عملنا بس في مصر حاليا 4. الشوكولاتة بيتضاف عليها كريمة 35% او اكتر كريمة طبيعية، وبيتضاف عليها طبعا ممكن معجون لوز، ممكن معجون سوداني، ممكن معجون قرفة، ممكن حسب النكهة المتاحة. الاشكال اللي قدامنا فيها شوكولاتة خام بيسموها دارك او شوكولاتة غامقة، دي محلاة. في شوكولاتة كريمي اللي فيها 72% كاكاو بس، والخامة اللي بتدي الكريمة كريمة طبيعية مش كريمة مش البان. في شوكولاتة باللوز، والشوكولاتة اللي باللوز عليها عجينة لوز، وفي شوكولاتة بعجينة جوز الهند. دول الاربع انواع اللي قدامنا. احنا حاليا بنصنع في اسكندرية وبنحاول في الوقت الحالي ان احنا نكبر المنطقة الانتاجية بتاعتنا، وبنحاول نتواصل مع المناطق الحرة لان احنا الخام اللي احنا بنستعمله كله خام مستورد. في حوالي 3 مليون واحد في مصر ماشيين على نظام اكل الكيتو طبقا لبيانات الفيسبوك والسوشيال ميديا على الناس اللي بتتكلم في هذا الموضوع. الدول اللي ضربت منها التصدير، في ناس في الكويت، في ناس في العراق، في ناس في السعودية، في ناس في ليبيا، في ناس في الاردن. لما بدأنا ننزل ونقول يا جماعة احنا هنبدأ نصنع شوكولاتة بشكل صناعي على مستوى كبير، مش واحد حلواني بيعمل شوكولاتة في البيت او بيعملها في المحل بتاعه، الواحدة من ديات فيها 210 سعر حراري، فيها حسب نوع الشوكولاتة فيها نسبة معينة من الدهون، ما فيهاش سكر خالص، فيها نسبة معينة من الالياف حسب نوع الشوكولاتة. بدائل الشوكولاتة دي في السوق مش كتير، 4-5 انواع بس على مستوى العالم، كل واحدة منهم عليها ميدن ايجيبت. ناس كتير جدا قالوا لو انت تشيل الاسم المصري صنع في مصر او ميدن ايجيبت دي ممكن تبيع اكتر. انا طبعا رفضت هذا المبدا. احنا بنسعر الشوكولاتة ديات عند 900 جنيه كيلو عشان نقدر نخلي الناس تشتري، بدل ما بتشتري 2200 و3400 تقدر تشتريها ب 900. بالنسبه للمواطن العادي ممكن يشوف ان ده سعر غالي، انما حقيقه الامر انت ما تقدرش تاكل اكتر من 15 ل 20 جرام شوكولاته في اليوم. فعند 10 ل 15 ل 20 جرام شوكولاته في اليوم السعر اللي هتشتري بيه يمكن اقل من 20 جنيه. مصر سوق كبير جدا، عدد الشعب كبير جدا، الشعب اللي عنده وعي وثقافه الكيتو نسبه عاليه جدا من الشعب. فلما تتكلم في حدود 100 مليون او اكتر، لما نتكلم ان 5% 3% 10% منهم على استعداد او حاليا بيقوموا او خارجين من حمية كيتو، بتتكلم في 10 مليون. فالسوق موجود في مصر لهذا النوع من الصناعات.